نفى الفنان عمرو سعد وجود أي حساب له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، متبرئا من كل ما كتب على لسانه عبر الحسابات المزيفة التي تحمل اسمه وصورته. وناشد سعد الصحفيين عدم نقل أي أخبار أو تصريحات للفنان عمرو سعد نقلا عن الفيسبوك، حرصا على عدم الوقوع في نقل تصريحات وآراء لا تمت للحقيقة بصلة. مندوب عدى عليا بيقول المصلحه كبرت قوي، بقت اكتر من فلوسنا بكتير. مصلحه مكون بحار؟ بقت ب 75,000 جنيه. الصلاه على النبي دي ولعت، هات بقى حته سخنه كده عشان ننضف الهد. حيلت عليه نقسمها ناخد التلت مثلا، ما ينفعش. طب بقول لك ايه، ما ناخدها كلها. شكلك مستني مصلحه حلوه ومخبي عليا. عموما الراجل قدامه 4-5 ايام ويستلم. انت عارف الفلوس اللي معايا، لو انت جاهز دبر نفسك كده عشان ولغيني عشان نلحقه. الله على الله، اشرب بس انت الشاي عشان خاطر ورايا مشوار.